اليوم رح ناخذكم بجولة سريعة على موسم 2021 وماذا ينتظرنا بنهاية هذا الأسبوع في حلبة أبوظبي، درة الحلبات التي عدلت مؤخرا، ورح نشوف ونشهد معركة طحن عظام بين ملك الفورمولا واحد ملك المرسيدس لويس هاملتون والأسد الجديد على الساحة الذي يحطم كل شيء ماكس فيرشتابين. فهل ماكس لح يقدر يحقق بطولته العالمية الأولى أم هل لويس هاملتون لح يقدر يكسر رقم مايكل شوماخر التاريخي ويتربع على عرش الفورمولا واحد لزمن طويل ويحقق بطولته الثامنة؟ طبعا هي أول مرة منذ سنوات عديدة منشهد الجولة الأخيرة في بطولة الفورمولا واحد والسائقين الأولين متساويين بالنقاط. هي تاني مرة صارت بالتاريخ، أول مرة صارت سنة 1974، تاني مرة سنة 2021، وين؟ بأبوظبي. نحن عم نشهد التاريخ عم بينكتب أمامنا. طب نحن كيف وصلنا لهي النقطة؟ طبعا صار في كتير أحداث من بداية الموسم لحد الآن. أول شيء كانت التغييرات يلي صارت على القوانين سنة 2021، كانت تغييرات بسيطة من سنة 2020 لسنة 2021. التغييرات كانت بسيطة ولكن الفروقات كانت واضحة وضوح الشمس. التغييرات أدت إلى كون الريدبول هي السيارة الأسرع. الريدبول استفادت من التغييرات التقنية قبل المرسيدس وهن قدروا يبدوا على هذا الشيء مشان تكون عندهم سيارة سريعة خلف يدي الهولندي الطائر ماكس فيرشتابين، وهن قدروا يسيطروا على القسم الأول تقريبا من الموسم. وطبعا في البداية كان دائما في تبادل للمراكز بين هاملتون وفيرشتابين وتبادل في الفوز. هاملتون عم بيربح، فيرشتابين عم بيربح، ريد بول يوم، مرسيدس في يوم آخر. ولكن تقريبا في بداية النصف الأول للموسم كانت الريد بول هي المسيطرة وأخذت هي السيطرة لحد العطلة الصيفية وحد لبعد العطلة الصيفية. ولكن بعد العطلة يبدو أن المرسيدس عملت اللي هي دائما بتعمله، أن هي بترجع من بعيد ولويس هاملتون ما بعرف شو بيصير له. المهم مرسيدس مع هاملتون قدروا أنه يوصلوا وينافسوا وطبعا يحطوا الريد بول وماكس فيرشتابين في خانة اليك مثل ما منقول، وقدروا يرجع من بعيد وسباق وراء سباق قدروا يحققوا الفوز والانتصارات ومراكز الانطلاق الأول، وأهم شيء كمان الفاست سلاب أسرع لفة، لأنه هي السنة عم تنعطى نقطة إضافية للفاست سلاب. أدى هذا الشيء إلى تصغير الفجوة وتقريبا شبه معدومة بين الفريقين. وطبعا كان عنوان السنة كلها هو التنافس بين لويس هاملتون وماكس فيرشتابين. أول شيء كان التنافس بين هدول البطلين هو تنافس حاد جدا، ولكن ضمن كذا حالة كان يعني ها على حدود الصدام. كلنا متذكر حادثتهم في إيمولا وأيضا حادثتهم في البرازيل وقت طلعوا بعضهم برات المسار، ولكن هذا التنافس ما ضل بارد بل تحول إلى صدامات حارة وبراكين مزلزلة، مثل اصطدام في سباق سيلفرستون الاصطدام الشهير، وأيضا تكررت في سباق مونزا في إيطاليا ماكس فيرشتابين فوق لويس هاملتون. ومنشكر جهاز الهيلو الذي أنقذ حياة لويس هاملتون وحياة كثيرين في السنين العديدة، وأيضا الاشتعال الكبير والانفجار الأعظم في سباق السعودية. بقى عم نشوف إنه هالصدام بين لويس هاملتون وماكس فيرشتابين كل ماله عم بيتطور وعم بيتحول لصدامات. وأما آخر ثلاث سباقات فنحن شهدنا تقارب في المستوى وسوء الحظ أو وجود الحظ بين هالسائقين، ولكن الفرق انه في السباقات الثلاثة الأخيرة بدأت من سباق البرازيل تم تغيير محرك لويس هاملتون. صحيح هو أخذ عقوبة تراجع 5 مراكز، ولكن على قولة توتو وولف رئيس فريق المرسيدس
حط المحركات السبايسي، وهذا السبايسي عطانا حرارة وعطى للويس هاملتون أكيد حرارة وسرعة قصوى. يبدو وكأنه من سباق البرازيل لحد الآن سرعة فريق المرسيدس على الخطوط المستقيمة لا تقارن، وأنت مين ما كنت تكون حتى لو كنت الريد بول وفرشتابن أو مين ما كنت، فأنت صعب كتير توقف سرعة المرسيدس على الخطوط المستقيمة. كريستيان هورنر قال رئيس فريق الريد بول أنه نحن مثلا في سباق السعودية كل شيء كنا عم نقدر نحققه في المناطفات كان عم بيلتغي علينا بسبب سرعة سيارة لويس هاملتون والمرسيدس الفائقة على الخطوط المستقيمة، ومنشكر المحركات السبايس. وبما أنه عم نحكي على أبو ظبي، وبما أنه هي كل التوجهات والآمال عم بتصير عليها بحكم أنها آخر حلبة وآخر جولة في موسم 2021 الجنوني والخارق والحارق والمتفجر، فخلونا نحكي على التغييرات اللي رح تصير واللي صارت على حلبة مرسى ياس. التغييرات هي هدفها طبعا تحسين التسابق. أي ليش تحسين التسابق؟ لأنه كان تاريخيا في الماضي بسبب وجود المناطفات الكثيرة على الحلبة هذا الشيء بيؤدي إلى ما يعرف بالديرتي إير أو الهواء الملوث، وبالنتيجة صعوبة لحاق السيارات وراء بعضها. ولكن هالسنة شكرا لمنظمي السباق قاموا بعمل جبار لتغيير وتحسين الحلبة لتحسين التسابق. عندنا في المنعطف الخامس تم إلغاء الشيكين اليسارية واليمينية، ولح يكون في عنا جنب المدرجات رح يكون في عنا خط مستقيم ومنعطف سريع جدا. وأما في المنعطف التاسع وهو المنعطف اللي بيجي آخر الخط المستقيم الخلفي تم كمان إلغاء المقطع تبع اليمين وعلى اليسار لحتى يكون في عنا منعطف مرتفع قليلا مع زاوية بانكينج منقول بالإنجليزي، وهذا الشيء كمان لح يؤدي إلى تحسن التسابق بحيث أنه سيارات تقدر تلحق بعضها على مقطع الفندق الجميل جدا المضاء. لأنه كمان هون بهذا المقطع صار في تغيير طفيف على المنعطفات، ما رح تكون منعطفات 90 درجة، وهذا الشيء بيؤدي لتحسن التسابق مشان تقدر السيارات تكون قريبة من بعضها لا تتوصل على خط البداية النهاية. ونصل آخر شيء لبقى توقعاتي ورأيي. والله هذا السؤال الصعب المليون دولار، مين لح يفوز؟ مين لح يكون بطل العالم؟ فيرشتابن أو هاملتون؟ الجواب هو ما بعرف، ولكن لح قلكن كل سائق شو الإيجابيات وشو السلبيات ونحن جايين على أبو ظبي. لويس هاملتون، الإيجابيات إنه هذا الشخص مرق بهي التجربة 7 مرات قبل، يعني وعرفان كيف بيربح بطولات عالم وعرفان كيف بيتعاملوا مع الضغط. شغلة إيجابية كمان كتير معه هو مثل ما قلنا المحرك السبايسي، صاروخ أرض جو وراء بالسيارة. الإيجابية الثالثة إنه بصراحة بوتس مثل ما قلنا كمان عم بيأدي تأدي أحسن من سيرجيو بيريز. بقى بوتس رح يلعب كمان دور كتير مهم ومساند لزميله بالفريق هاملتون مشان يحصل على بطولته الثامنة. وأما السلبيات بالنسبة للويس هاملتون، إنه السنة الماضية والسنين اللي قبلها كانت ريد بول سريعة جدا جدا على حلبة مرسى ياس، و في مرسى ياس خطوط مستقيمة ضئيلة وفي منعطفات كتيرة بتلائم أكتر سيارة الريد بول وأسلوب قيادة ماكس فيرشتابن. وأما بالنسبة لصاحبنا بالله الهولندي الطائر ماكس فيرشتابن، فإيجابياته أنه هو سائق جائع، سائق شاب بده يفوز ببطولة العالم وعم بيعمل المستحيل لحتى يفوز ببطولة العالم، وعنده كمان عدائية إيجابية جدا هي بتحسب له. والشغلة الثانية كمان انه مثل ما قلنا السيارة بتلائمها حلبة مرسى ياس بأبو ظبي. واما السلبيات بالنسبة لماكس فيرشتابن هو المحرك السبايسي لمرسيدس، واما بالنسبة لزميله سيرجيو بيريز فهو كانت تأديته مالا مثل تأدية فالتيري بوتاس، وكان دائما كلمة الفريق يطلب منه انه يقوم بمساعدة بيريز، في احيانا كثيرة كان بيقدر يلبي بس احيانا كثيرة لا. وطبعا هذا كان كل شيء إلي لليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا.